يضيعون، فأنا أبي الأثنين مع بعض، فتسمعين لهجتي مثل ما أتكلم اللهجة الآن. البيضة يعني ممكن تكون مقبولة بين الفصحى والعامية. وبعدين حولت المادة إلى مادة صحفية مو مادة أدبية. نعم. طيب التلفزيون التلفزيون خصوصا يعني كنتي في فترة المفروض كنتي تتمسكين أكثر بالتلفزيون، وحتى يعني كان في ناس يأيدونك بالتلفزيون، وحتى ما ذكرتي الأستاذ محمد السنعوسي وكيف قابلت وكيف أيدك. طيب ليش ابتعدتي عن التلفزيون أيضا؟ ابتعدت شوفي لأن أنت معدة وتعرفين أن الكلمة في يعني أنا أؤمن بأن كل وجه يطلع على الشاشة يجب أن يكون إما معد أو شريك في الإعداد. فأنا كنت أعد برنامجي، طبعا أنتوا يجيكم منا المطبخ بس هو لم يكن المطبخ، بس ما يأتي للخليج برنامج المطبخ طبعا يعني هذا جزء بسيط، جزء بسيط يعني هاي اللي أتذكره يعني طبعا لأن في تاريخ أدري لأن هذا في فترة استراحة البرنامج كنت أعمل المطبخ العربي. البرنامج منوع والبرنامج يخص المرأة والرجل والطفل، ومن المادة التعليمية اللي نعطيها في مدارسنا لعيالنا لأسلوب إدارة المدرسة كل شيء. صرت أربطها بالحداثة، خاصة أنا جاية من نيويورك قمة الحداثة، فدائما أجيب لهم مادة مترجمة أجيب لهم، لأن كل يمكن ذكرت أنت ما شاء الله عليك تفلين الكتاب فلي لما قلت لي شريك دربي ايش فيهم هالمجتمع الامريكي من وصلتهم كل الكلام اما عن طبيب نفسي او عن السمنه. فقال لي هذه هو مستقبلنا، انتظري 25 سنه ورجعي لي جملتك، شرط راح يكون في الكويت نفس المعاناه نفس المشكله. بعد 25 سنه احنا الحين في كل عاير طبيب نفسي والناس كلها تعاني من السمنه. نعم. نرجع لموضوع التلفزيون أستاذة. التلفزيون يعني رغم خلينا نقول دللوني في التلفزيون، أقول لك بصراحة كنت مدللة يعني مدللة جدا وإلي أبي، لكن استنفذت طاقتي عارفة. والمادة علشان إعدادها يعني أنا حبلت في ابني الله يرحمه، وأنا على الشاشة والناس عاشوا معي 9 أشهر مراحل الحمل كلها، وقلت لهم راح أغيب عنكم أسبوعين أولد وأجيكم. يعني هالكثر كان علاقتي بالناس. بعدين قراءاتي كلها كانت عن الطفولة والغذاء وإلى آخره. لما وصلوا عيالي لمرحلة المراهقة صارت كل ثقافتي ما يخص المراهقة. فقلت لمحمد تاخذين الجمهور معاك فقلت له تعال شو ذنب اللي تحمل وتولد اليوم؟ هذه ماده يجب ان تبقى. نعم. انا ما اقدر اقدمها وانا عديت هذه المرحله. اذن علشان يتحول البرنامج الى مؤسسه وانتم متشبثين فيني لهالدرجه. نعم. خليني اعمل لكم اياه على الصحيح. اجيب جهاز بحيث نشتغل كمجموعه. هاي تيم وورك صار ولا ما صار؟ صار لمدة 3 شهور. جبت الدكتورة كافية رمضان، وطبعاً الدكتورة كافية أولاً وجه إعلامي متميز لحد الآن مستمرة ما زالت، وبعدين هي تخصص ثقافة الطفل وطبعاً متخصصة باللغة العربية وأدب العربي. نعم. وعندها طبعاً في مسرح الطفل ما شاء الله يعني موسوعة. نعم. وجبت الأستاذة منى طالب للتحقيقات، فكنت عملت منه برنامج حي. وليش ما استمر؟ ما استمر، التلفزيون يبوني أنا بس. قلت لهم أنا متأسفة، أنا ماني برتقالة تعصرونها تشربون العصير وترمون القشر. وبعدين ما أعجبت الحقيقة بالطريقة اللي عاملوهم فيها في المكافأة. بدون الرجعة لي قلت لهم أنا أعرف كم صرفت هذه من جهد، كم صرفت هذه من جهد، على الأقل استشر. نعم. نرجع إلى نقطة ذكرتيها بالكتاب، هل لها علاقة بهذا الموضوع أم لا؟ جسر الجدية، قلتي أنا امرأة جادة. يعني وضعتي نفسك في إطار جاد ودفعتي ضريبة لنقل هذا الإطار. طبعا.
احيانا قصه المكياج او البودرة في الاستوديو وتختلفن حتى مع المخرج. يعني هل نقول ان الكاركتر لفاطمة حسين ما كان كاركتر الاضواء ابدا او أبداً. ما اغرتك هاي الاضواء؟ لا لا ابدا. اولا غريبه يعني عشتيها وما حبيتيها. شوفي انا اقول لك، اولا انا عمري ما فكرت ان صوتي اذاعي. يعني الان لو تجيني واحدة تبي تصير مذيعة ويكون صوتها مثل صوتي ما أقبلها، أقول لك إياها بصراحة. عمري ما فكرت إن وجهي ممكن يكون تلفزيوني. لو تجيني واحدة صامتة، طبعا مو الحين، مثل شكلي قبل 30-40 سنة، تجيني كمذيعة، بس أبي كمذيعة صورة، هي ليست صورة. ذكرت شيء بالكتاب. إيه؟ قلت إن في واحد كان داز رسالة للبرنامج. إيه؟ ويقول لا وجهك تلفزيوني ولا صوتك تلفزيوني. أنت قلتي له صك التلفزيون. إيه؟ قلت له كلامك صحيح. أنا ما ظهرت على الشاشة لأني جميلة، ولا استلمت الميكروفون لأن صوتي جميل، لكن يعني في شيء. بس استاذة يعني انت كنتي بمواصفات المرأة الخليجية، هاي السمارة الخليجية، العنصر يعني الوجه المقبول المريح. خليني اقاطعش، مع ان انت كمقدمة ما ترضين حد يقاطعش. انا كل من قبلني للمادة اللي اقدمها، عمره ما نظر لا لشكلي ولا لصوتي. انت لما تقدمين وجبة طيبة، نعم، مو مهم لا الستارتر ولا الديزرت. أنا أعتقد أنا قدمت الوجبة الطيبة. أستاذة، مع أني أختلف معاك شوية، المقارنة هنا شوي صعبة. لأن اليوم إحنا عصر الصورة. وأنت تعرفين متطلبات الصورة. وأنا لاحظت حتى مع يعني عن طريق أرشيفك أن حتى الصورة كانت جميلة، يعني كان في اهتمام بالتسريحة ولك صور يعني بلاك أند وايت شفتها، فكان في يعني حضور حلو. بس ما أدري هل يمكن طموحك كانت أكثر من التلفزيون في تلك الفترة؟ ويمكن كنت أنا ولا في بالي لا إذاعة ولا تلفزيون. أنا دارسة صحافة، وصلت للكويت ما في ولا صحيفة غير صحيفة الرأي العام، وما كانت على هواي، بيشغلوني بالعربي. قلت لهم أنا I'm too young، وايد صغيرة على العربي، أنا ماني كاتبة مقال، أنا أبي صحفية. صحفية تكون صحفية صحاف يعني متمرسة، مو صحفية جالسة، صحفية متحركة. هذه الصحافة. فلقيت حالي بالإذاعة، مشيت بالاستقبلت استقبال عجيب لأني كويتية، لأني اخترت مواضيع جذابة تمس الناس.